السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي. البارح بالضبط بعد الحلقة ديال الإخوان العالقين في تركيا، جاني اتصال من عند واحد الأخ كذلك في الأوتيل، واللي كان اتصال مباشر. واحد الأخ مسكين قال لي بأن كاين مجموعة ديال الإخوان تصابوا بتسمم، وكان المشكل عندهم مع الإدارة ديال الأوتيل، بغات تتصل بالإسعاف. اليوم في الصباح اتصلت بالإخوان وجاوني فيديوهات حصريا، غادي نخليهم لكم دابا الان، غتشوفوهم اللي كيشهدوا المعاناه ديال المغاربه، واللي هما الذنب ديالهم الوحيد ان كورونا حصلتهم فقط في تركيا، ونتيجه تسمم غذائي. باقي لي حد الان ما عندناش يعني ما عندناش الحقائق 100% شنو وقع بالضبط، باقي ما جاتناش تقارير، ولكن اللي اساسي واللي مهم بان كاين تسمم عند الاخوان، وغادي تشوفوا الفيديو معايا. خليكم مع الفيديو. صافي، حنا بغينا نشوهو احبامهم حنايا، بغينا نشوهوهم حنايا. ما süt olmaz dedik, süt olmaz. Ayran olur. Süt olmaz, milk olmaz. Kaynamamış şey içinde. Dedim ayran alın. Bak şimdi bunlar süt içti, daha kötü olacak. Sağ ol canım. Süt daha kötü. Süt kaynaması lazım. Soğuk o daha kötü. شنو عادل؟ والعسكري